مرة أخرى تجدد موريتانيا عزمها على العمل الجاد لتعزيز وتنويع التعاون جنوب جنوب والانصهار في التجمعات السياسية والاقتصادية ذات الصلة. في هذا الإطار شاركت بلادنا ممثلة برئيس الجمهورية في قمة المنتدى الثالث للهند وإفريقيا الملتئم مؤخراً بنيودلهي، القمة التي حضرها إلى جانب رئيس الجمهورية العديد من نظرائه الأفارقة ورئيس الحكومة الهندية السيد ناراندرا مودي، أكدت على ضرورة مواصلة العمل في مجالات السلم والأمن من خلال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وتعزيز الآليات والقدرات الإقليمية. المشاركون في قمة المنتدى الثالث للهند وإفريقيا أكدوا كذلك حرصهم على التوصل لاتفاق طموح وشامل في المجال البيئي من خلال قمة المناخ المقبلة التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس. الجلسة الافتتاحية لقمة نيودلهي تميزت بكلمة لرئيس الجمهورية أكد خلالها إرادة موريتانيا لمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وتطوير العلاقات الإفريقية الهندية. يطيب لي أن أعرب عن ارتياحنا لمستوى التعاون بين إفريقيا والهند الذي يتحسن يوما بعد يوم، شاملا قطاعات أساسية في حياة شعوب إفريقيا والهند، ومعززا العلاقات التاريخية التي ربطتهم عبر العصور. يبرهن مستوى التبادل التجاري بين الهند وإفريقيا على الدينامية الفريدة التي تمتاز بها الشراكة بين الفضائيين. ونظرا لتجربة الهند في مجال الزراعة، دعا رئيس الجمهورية إلى تبادل الخبرات في هذا القطاع الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للشعوب الإفريقية والهندية. نقترح ضمن الإجراءات التشجيعية أن تعمم الهند على كافة البلدان الإفريقية نظام الأفضليات بدون فوائد لدفع الصادرات إلى الهند ودعم الشراكة الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة في إفريقيا. ولأن القمة أوصت بوضع آلية للتقويم والمتابعة والتنفيذ، دعا رئيس الجمهورية إلى انضمام مجموعة دول الساحل إلى هذه الهيئة. أود في الختام أن أقترح انضمام مجموعة الدول الساحل الخمسة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية للهيئات المكلفة بآلية متابعة تنفيذ إطار 2015 للتعاون الاستراتيجي بين إفريقيا والهند وخطة عمله التي ستضع لمساتها الأخيرة لاحقاً. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز مباحثات مع السيد ناراندرا مودي رئيس وزراء الهند. المباحثات تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. كما التقى سيادته بالرئيس النيجيري السيد يوسف محمدو وتبادل الحديث حول الأوضاع في منطقة الساحل وسبل تطوير مستوى التنسيق في المجالات الأمنية. الرئيسان تطرقا كذلك إلى مستوى علاقات بلديهما وتعزيزها في مختلف المجالات. ومن نيودلهي توجه رئيس الجمهورية إلى الدوحة حيث أجرى زيارة عمل وصداقة بدعوة من أخيه وصديقه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دامت عدة ساعات. رئيس الجمهورية أجرى على انفراد مباحثات مع مضيفه تناولت المستجدات العربية والإقليمية والدولية وكذا مستوى العلاقات بين نواكشوط والدوحة وسبل تعزيزها. وكان رئيس الجمهورية موضع استقبال ووداع كبيرين في مطار الدوحة الدولي.